مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية في المتحف الحربي بصنعاء صورة كاتب زوامل بديلا عن صورة الرئيس إبراهيم الحمدي. ويمني يعبر بطريقة مختلفة عن إعجابه برئيس تونس الجديد. وفي أخبارنا المنوعة حكاية البيت الذي تصدر منه أهم القرارات في العالم. تأتي الذكرى 56 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة زاخرة بسجل حافل من الحراك الثوري تشاركه أبناء الجنوب والشمال في اليمن. وجاء في موقع المشاهد نت تقرير بعنوان 14 من أكتوبر والسادس والعشرين من سبتمبر ثورتان بروح يمنية واحدة. وقال التقرير: كانت مدينة عدن وتعز نواة مشروع وطني منذ وقت مبكر، مشروع يحمل أو حمل روحا يمنية واحدة تجسد في تبادل أدوار. غيرت مصير شطري البلاد جذريا، وانتزعت الشعب اليمني في شمال اليمن وجنوبه من براثن إمامة غاشمة كهنوتية واستعمار بريطاني مستبد، نهضة لا تمثل شيئا بالنسبة لشعب حريته مسلوبة تحت نيران الاحتلال وعصاه الغليظة. على التوالي اندلعت أعظم ثورتين في البلاد ضد الحكم الإمامي العنصري في الشمال والاستعمار البريطاني المستبد في الجنوب. كانت عدن تحت حكم الاستعمار البريطاني ملاذا للثوار القادمين من تعز ومحافظة الشمال، ومنطلقا للإعداد والتخطيط للثورة التي أطاحت بالنظام الإمامي في شمال البلاد صبيحة 26 من سبتمبر المجيدة. بعد أكثر من نصف عام أو من نصف قرن على ميلاد ثورتي اليمن المجيدتين، عاد العدوان القديم في الشمال والجنوب معا لابتلاع الشطرين. الإمامة عادت واحتلت صنعاء ومعظم محافظات الشمال عبر انقلاب نفذه الحوثيون بدعم وإسناد إيراني، وفي جنوب اليمن تلوح بقوة أطماع بريطانيا. إلى موقع مأرب بريس، والذي عنون في خبر من أرخبيل سقطرى: محافظ سقطرى يصدر تعميما أمنيا هاما بشأن دخول الأجانب إلى المحافظة. وقال الموقع إن محافظ سقطرى رمزي محروس أصدر قرارا قضى بمنع دخول الأجانب إلى محافظة أرخبيل سقطرى إلا بفيزا من الجهات الرسمية. ووفق الوثيقة التي حصل عليها مأرب بريس على نسخة أو حصل مأرب بريس على نسخة منها، فقد أرجع المحافظ هذا القرار إلى نتائج اجتماع اللجنة الأمنية في المحافظة بتاريخ 2 من أكتوبر 2019 وبحضور قائد التحالف ومساعده. وبحسب الوثيقة فقد تم الإقرار من قبل اللجنة الأمنية في المحافظة بعدم دخول الأجانب للمحافظة بدون فيزا أو إجراءات قانونية. 14 من أكتوبر الثورة والاستقلال والوحدة. تحت هذا العنوان كتب رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر مقاله الذي تنشره بلقيس: لقد رسمت ثورة أكتوبر تاريخاً جديداً لبلادنا، تاريخاً مختلفاً للجنوب اليمني الذي عاش ردحاً من الزمن في ظل الاحتلال البريطاني المباشر. إنها الثورة التي حققت الاستقلال. في ذكراها الخالدة جراحنا اليوم غائرة جراء عودة التخلف والعنصرية والنظام السلالي إلى شمالنا السبتمبري. هناك يجري تجريف وتجفيف عوامل البقاء في يمن الموحد. إن كل ما يستحدثه الحوثيون في واقعنا بكل تنوعاته إنما يقوض الدولة ويمزق المجتمع، فلا وحدة مع الإمامة ولا وحدة بدون الجمهورية. وفي جنوبنا الأكتوبري يسكننا الجنون وتتحكم فينا عقول افتقدت توازنها وخرجت بالمظلمة من إطارها العادل إلى شهوة الحكم بدعم خارجي. يقتل الأخ أخاه وتبعث الأحقاد من جديد، تلك الأحقاد التي لم تعالجها مصطلحات الجنوب الخالي من المضمون والمنسلخ عن التاريخ الواقعي والهوية. بقيت قيم الثورة والوحدة الاتحادية وحدها تقاوم المال والإعلام والدبابات وترفض الانتقام، وهذه المتتالية من الفعل ورد الفعل عاشتها وتعيشها حتى اللحظة المحافظات الجنوبية والشرقية. وبالطبع لا يمكن لهذه الحالة أن تستمر، لابد في نهاية المطاف من التوافق حول صيغ لا تسقط وحدة مايو العظيم،
ولكنها لا تكررها، وتبقى صيغة الدولة الاتحادية هي المشروع الذي لم تظهر التجربة ما هو أفضل منه لاحتواء الكارثة. يجب أن نكون جميعاً مستعدين دون استثناء لنتجاوز ببلدنا حالة الحرب. أن يدرك الإنقلابيون على الشرعية والدولة والنظام الوطني أننا قد بلغنا خط النهاية من العنف والدماء والدمار والتطرف، وأن أحداً لا يستطيع صناعة السلام في بلدنا سوانا، وأنه لا مفر من القبول بمخرجات الحوار الوطني للخروج من الأزمة التي داهمتنا في غفلة منا. لن نحتاج إلى مزيد من التفكير لنكتشف أننا ودون غيرنا معنيون بالسلام. وكأنها استولت على العاصمة صنعاء عبر صناديق الانتخابات، تتحدث ميليشيا الحوثي عن انقلاب قديم قالت إنه دموي، وعنوان المصدر أونلاين: سرقوا مقتنياته وأزاحوا صوره ويزعمون اكتشاف قاتله. لماذا يتاجر الحوثيون بدم الرئيس الحمدي؟ والرئيس الحمدي هو ثالث رئيس للجمهورية اليمنية العربية، حكم خلال الفترة من 13 يونيو 1974 حتى 11 من أكتوبر 1977، حيث تم اغتياله بطريقة غامضة ما زالت ملابساتها طي الكتمان حتى اليوم. لكن ميليشيا الحوثي تقول إن لديها معلومات، وذلك بعد أن أقدمت على سرقة مقتنيات الرئيس الحمدي التي كانت معروضة في قاعة 70 بالمتحف العسكري الكائن في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء. في منتصف مارس 2018 قام ثلاثة ضباط من التوجيه المعنوي التابعين للميليشيا الحوثية بنزع مقتنيات الشهيد إبراهيم الحمدي من المتحف الحربي، ووضعوا بدلا عنها مقتنيات خاصة لمنشد زوامل الجماعة لطف القحوم. وقال مصدر خاص للمصدر أونلاين إن الضباط الثلاثة قاموا بسرقة مقتنيات الحمدي من المتحف بالتنسيق مع إدارة المتحف، والتي سبق أن أعلنت ولاءها للحوثيين إبان اجتياح صنعاء في سبتمبر 2014. ووفقا للموقع، فإن إعلان الحوثيين المفاجئ عن إصدار تقرير رسمي بشأن اغتيال الرئيس حمدي وكشف الأشخاص المتورطين والمتزامن مع ذكرى رحيله 42 لا علاقة له بحب الجماعة له أو حرصها على كشف الجريمة، قدر حرص الجماعة على توظيف دم الرجل لخدمة مصالحها الخاصة ومحاولة رسم صورة نبيلة لانقلابها الدموي وقتلها للرئيس السابق ومحاولة قتل الرئيس الحالي قبيل تمكنه من المغادرة إلى عدن وتكرار المحاولة أثناء تواجده في عدن عبر الطيران الحربي. في طريق تحويلهم لأسرى حرب، ميليشيا الحوثي تكثف حملة اعتقالات في مناطق مختلفة. ووفقا لموقع الحرف 28، الحوثيون يشنون حملة اختطاف لعشرات المدنيين في 5 محافظات يمنية. وقالت مصادر حقوقية يمنية إن جماعة الحوثي كثفت خلال الأيام الماضية من حملاتها القمعية ضد السكان والمسافرين في 5 محافظات يمنية، وهو ما أسفر عن اعتقال العشرات من المدنيين. وأفادت المصادر أن الحملات الحوثية طالت عدداً من المناهضين لها في محافظات الجوف وصنعاء وذمار وتعز والبيضاء، استمراراً لسياسة الجماعة الرامية إلى الإعلان عن أسرى حرب جدد. واعترفت الميليشيات الحوثية رسمياً أنها اعتقلت 64 مواطناً مدنياً خلال 10 أيام فقط في محافظات الجوف وتعز وذمار والبيضاء وصنعاء، زعيمة أنهم من الموالين للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها. وكشفت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية عن أن عناصرها في نقاط التفتيش التابعة لها أقدموا على اختطاف عشرات المسافرين أثناء تنقلاتهم بين المحافظات، إلى جانب قيام عناصر أخرى لتنفيذ حملات دهم للمنازل. عن عدن وتعز وثورة أكتوبر، تحت هذا العنوان كتب أحمد عثمان مقاله المنشور في صحيفة الصحوانت: لقد كانت تعز جزءاً من ثورة أكتوبر، انخرط الكثير من أبنائها في حمل السلاح ضد المستعمر، ولم يكن سقوط الشهيد عبود من أبناء شرعب كأول شهيد في معركة الاستقلال على تراب عدن إلا تأكيداً لهذه الحقيقة التي لن يستطيع أن يطمسها أو يغيبها أحد. وفي تعز كانت الغرفة التي تهندس الثورة وتدار من قبل القادة القادمين من المحافظات الجنوبية، كما كانت عدن لثورة سبتمبر. عبد الله باذيب وسالمين وصالح مصلح ومقبل عباد وعشال وغيرهم لا يسعفني الوقت لسردهم
والذين اتخذوا من تعز غرفة عمليات واحدة مع فتاح وعبد العزيز عبد الوالي ومحسن كفريق ثوري واحد بدون فواصل أو مسميات صغيرة، دون أن يسال أحد عن القرية، فقد كانت ثقافة القرية منبوذة لصالح ثقافة الوطن الجامع تماماً، كما كانت غرفة عمليات ثورة سبتمبر في عدن محفوفة بدعم الحاضنة الشعبية في عدن وأخواتها التي هتفت لثورات سبتمبر واعتبرتها بداية انطلاق لثورة أكتوبر. لقد غنت تعز مع عبد الله هادي سبيت نشيد التحرر براعي استعمار، وما زال قبر علامة الجزيرة محمد سالم البيحاني بجوار منارة المسجد الكبير بتعز. مسجد المظفر يتحدث عن عمق هذه العلاقة وتجذر الروح الواحدة كشخصية وطنية وروحية لا يقل حضوراً عن المصلح أحمد بن علوان. لقد كانت تعز وعدن وجهين لعملة واحدة وعينين لوجه واحد ووريدين لقلب واحد ومفردتين نابضتين ليمن واحد، فعدن هي الجزء المكثف للوطن وتعز هي عمق عدن وريفها ورافعتها التنموية والاقتصادية، وسيهزم كل من يحاول صناعة المحال بفرد الجناحين بعيداً عن الجسد لتمزيقه وإضعافه، فالحياة أقوى من الموت وإرادة أصحاب البيت وحنينهم الطارد لوساوس الشياطين أقوى وأمضى من خبث اللصوص ومكر قطاع الطرق. يعود الملف اليمني ولا سيما القضية الجنوبية إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من باب النقاشات القائمة في جدة لحل الأزمة الجنوبية التي نتجت عن الانقلاب الذي قاده الانفصاليون والإمارات وانتهى بسيطرتهم على عدن بعد مواجهات عنيفة بين المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي ومن خلفه أبو ظبي والحكومة الشرعية ومن معها من جهة أخرى. وتعنون صحيفة العربية الجديد تفاهمات جدة اليمنية إدخال الانفصاليين إلى الحكومة يهدد بأزمة جديدة، وفيما وقفت الرياض متفرجة على انقلاب عدن من دون أي تدخل لوقفه فإنها تحاول اليوم دفع الأطراف اليمنية إلى اتفاق عبر حوار غير مباشر ترعاه في جدة. بدأت تتسرب بعض معالمه التي كشفت عن أنه سيستهدف إدخال المجلس الانتقالي في السلطة عبر حكومة جديدة تشكل مناصفة بين الشمال والجنوب، إضافة إلى دمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، أي ضم القوات التي كانت خاضعة للإمارات وخارجة عن سيطرة الحكومة إلى الأجهزة الحكومية اليمنية رسميا. وعلى الرغم من أن اتفاقا كهذا يحقق مكاسب مهمة للانتقالي، غير أنه قد يؤدي إلى مشاكل جديدة في الجنوب، لا سيما أن بعض الأطراف الجنوبية ترفض استئثار هذا المجلس بتمثيل المنطقة وتطالب بحصص لها في أي مناصب حكومية. وتتواصل النقاشات المكثفة في جدة بين السعودية ومسؤولين في الحكومة اليمنية بشأن مسودة اتفاق قدمتها الرياض لحل الأزمة بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، وانطلق هذا الحوار في مطلع سبتمبر الماضي. مصادر قريبة من الحكومة اليمنية قالت للعربية الجديد إن النقاش انتقل في الأيام الأخيرة من الخطوط العريضة الخاصة بنزع فتيل الأزمة في عدن إلى خطوات تفصيلية بشأن الحكومة التي قد يجري تشكيلها على ضوء الاتفاق وحصة كل طرف بما في ذلك المجلس الانتقالي. موقع عربي 21 قال إن إعجاب مواطن يمني بالمرشح التونسي الفائز برئاسة تونس قاده إلى تسمية مولوده الذي رزق به مساء الأحد باسمه. وقال الناشط السياسي اليمني ياسر الصائلي إنه بعد ساعة من ولادة طفله أسميته قيس تيمنا بالمرشح التونسي قيس سعيد. وأضاف الصائلي أن طفله ولد مع تداول الأنباء عن فرز أصوات الناخبين التونسيين وفوز المرشح قيس سعيد على منافسه نبيل القروي. وكانت مؤسسات لصبر الآراء في تونس قد أعلنت تحقيق قيس سعيد فوزا كاسحا على مواطنه القروي بنسبة 76.9 من أصوات الناخبين. حسن عبد الوارث كتب عن جزء من مشهد في أكتوبر وقال في مقال نشره موقع يمن مونيتور: في 14 من أكتوبر عام 1963 كان الشيخ راجح بن غالب لابوزة ومجموعة من أتباعه المنتمين لقبائل ردفان في طريق عودتهم إلى قراهم بعد مشاركتهم في معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية
في بعض مناطق شمال اليمن، وكان لابوزا ورجاله مطلوبين من قبل سلطات الاحتلال البريطاني في جنوب اليمن طبقا لقانون يعاقب كل من يشارك في قوام او مهام جيش اجنبي بسجنه لثلاث سنوات وتغريمه 10,000 شلن. في ذلك اليوم كمنت قوة بريطانية مسلحة للشيخ لابوزا ورفاقه تنفيذاً لذلك العقاب، خصوصاً بعد أن كان رد لابوزا على تلك التهمة شجاعاً ولاذعاً، إذ بعث بعيار ناري في مظروف ورقي إلى ممثل الاحتلال رداً لا يخطئه لبيب. وحينها اشتعل أوار معركة بين الطرفين سقط فيها عدد من رجال القبائل الثائرين بينهم الشيخ لابوزا نفسه. على إثر ذلك تبنت الجبهة القومية هذا الحدث لتجعل منه تدشيناً للثورة الوطنية المسلحة ضد الاحتلال البريطاني، وبالتالي فقد وثق التاريخ السياسي والوطني اليمني هذا اليوم في هذا الإطار وعلى هذا المنحى. وبالرغم من أن الجبهة القومية تشكلت في 2 أغسطس عام 1963، إلا أنها وحتى يوم 14 أكتوبر من العام نفسه لم تكن قد خططت لقيام الثورة بأي شكل من الأشكال، فجاءت معركة لابوزا فتحاً للجبهة كي تحتسبها إذاناً بالثورة، خصوصاً أن الشيخ راجح كان على صلة وثيقة بالجبهة وقيادتها كما يشير أرشيف الجبهة. بينما كان العالم يتحدث عن الفائزين بجوائز نوبل لهذا العام، كانت رئيسة الأكاديمية السابقة تغادر الحياة. وعنون موقع الشارع الجديد وفاة الرئيسة السابقة للأكاديمية السويدية لجائزة نوبل بالسرطان. وقال الموقع نقلا عن وكالة أنباء إن سارة دانيوس الرئيسة السابقة للجنة التي تمنح جائزة نوبل في الأدب التي أحاطت بها فضيحة توفيت بمرض السرطان. ورأست دانيوس الأكاديمية السويدية بين عامي 2015 و2018، وكانت أول امرأة تتقلد المنصب، وكانت على رأس الأكاديمية خلال الفضيحة التي أدت إلى إدانة زوج عضوة أخرى في تلك المؤسسة الثقافية الرفيعة بالاغتصاب وسجنه. واتهم زوج عضوة المؤسسة أيضا بتسريب أسماء الفائزين السابقين في أهم جائزة عالمية في الأدب، مما أدى إلى مواجهة الأكاديمية أكبر أزماتها منذ أسسها الملك جوستاف الثالث قبل 200 عام. وأدت مسجلات عنانية حول المزاعم وكذلك الطريقة التي أديرت بها الأزمة إلى تهديد مؤسسة نوبل التي تدير الجوائز بقطع صلاتها بالأكاديمية السويدية، كما تم تأجيل منح جائزة عام 2018. في مثل هذا الوقت عام 1792 تم وضع حجر الأساس للبيت الأبيض الأمريكي ليكون المقر الدائم لرئيس الولايات المتحدة. فما هي حكاية هذا المبنى الذي تصدر منه أهم القرارات في العالم؟ وعنونت شبكة البي بي سي حكاية البيت الأبيض الذي تصدر منه أهم القرارات في العالم. وبحسب الموقع الرسمي للبيت الأبيض، فإن أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية وهو جورج واشنطن هو من اختار موقع البيت الأبيض عام 1791، وفي العام التالي وضع حجر الأساس ليتولى جيمس هوبان وهو مهندس معماري ولد في إيرلندا عملية البناء. وبعد 8 سنوات أي في عام 1800 انتقل الرئيس جون آدمز وزوجته إيبيغيل إلى البيت الأبيض رغم عدم انتهاء عمليات البناء. وفي عام 1814 أضرم البريطانيون النار في البيت الأبيض خلال الحرب التي كانت قد اندلعت بين الطرفين منذ عام 1812. دخلت الكهرباء إلى البيت الأبيض عام 1891، ودخل الإنترنت في عهد جورج بوش الأب عام 1992. ويحتوي البيت الأبيض على 132 غرفة وستة طوابق للإقامة و412 بابا و147 نافذة. تذكروا الصحفيين المختطفين بسجون الحوثي. تحت هذا العنوان كتب مأرب الورد مقاله المنشور في موقع صحيفة العرب مضيفا: قبل أيام استعاد زميلنا الصحفي أحمد حوذان حريته بعد عام من مصادرتها من قبل الحوثيين الذين اختطفوه لمدة عام وغيبوه عن أهله وأصدقائه في غياهب السجون المظلمة التي تعرض فيها لمختلف أنواع التعذيب، وهذا حال بقية زملائه وعموم المختطفين. لقد كان خروجه من السجن يوماً سعيداً بالنسبة لنا كما هو له، بل ومن اللحظات القليلة السعيدة في سنوات الحرب التي شعرنا فيها أن جزءاً منا عاد إلينا واستعدنا أحد أفراد أسرة المهنة والصداقة.
بعد غياب قصري وتجربة مريرة على الجميع. تجربة أحمد تسلط الضوء على محنة الصحفيين المختطفين لدى الحوثي، وعددهم 12 صحفياً مضى على أغلبهم 5 سنوات لاقوا فيها أهوال التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات إلا ما ندر. لم يكن بمقدور أحمد أن يرى النور لولا مبادلته مع مقاتلين من أسرى الحوثي، رغم أنه إنسان مدني وكان يفترض إطلاق سراحه دون مقابل وتعويضه عما لحقه من أذى وأضرار، ولكن هذا هو نهج الحوثي في التنكيل بمخالفيه حتى لو كانوا من حملة القلم وأرباب الكلمة. سيقول قائل هنا، لماذا لم تتم مبادلته من الأيام الأولى بدلاً من سجنه وتعذيبه عاماً كاملاً؟ والجواب على ذلك هو أن الحوثي رفض هذا الأمر رغم العديد من المحاولات، لأنه أراد الانتقام من حوذان مثل غيره، وإيصال رسالة للصحفيين الذين لا يدورون في فلكه بأن مصيرهم السجن لزمن غير معروف. يجب أن تعرف المنظمات الحقوقية أن الحوثي يمارس الانتقام بشهية مفتوحة لركونه، إلى أن انتهاكاته لا تلقى الاهتمام والضغوط نفسها من الجهات الدولية مقارنة مع أطراف أخرى. في جولتنا المصورة لهذا اليوم صور متنوعة من صحيفة الديلي تيليغراف، نتابع. الكاريكاتير فن أوصل المعنى بأبلغ التعبيرات الصامتة، نتابع رسوما من ذلك الفن. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.